ومن دير البلح ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. أهلا بك أحمد. آخر الاستهدافات والأوضاع الميدانية في قطاع غزة التي رصدتها خلال الساعة الماضية. نعم حسام، بعد ساعات قليلة من الهدوء الحذر في قطاع غزة وبعد قصف متواصل على القطاع، نتحدث عن وصول عدد من الإصابات والجرحى كما نتابع في هذه الصور من قصف إسرائيلي يطاول أحد منازل المواطنين في منطقة وادي السلقة في مدينة دير البلح أو القريب من مدينة دير البلح إلى المناطق الشمالية الجنوبية الشرقية من هذه المدينة. هذا الاستهداف خلال هذه الساعة المتأخرة من الليل، خلال هذا الفجر، على حين غفلة، وصل قبل قليل إصابتين على الأقل من بينهم أطفال، والآن تصل الآن هذه المركبة تحمل شهيدين، يتم الآن نقلهم إلى ثلاجات الموتى من داخل مستشفى الشهداء الأقصى. كما نتابع الآن كانت قد وصلت سيارة إسعاف تحمل عدد من الجرحى، الآن هذه المركبة تحمل شهيدين، ولربما العدد يزداد خلال الساعة القادمة. نتحدث عن استمرار هذه الاستهدافات. نعم، أحمد هذه نحن نستمع الاستهدافات إليك. حسام هي لمنازل المواطنين. نعم، هذه الاستهدافات هي لمنازل المواطنين سواء في مدينة غزة أو حتى في جنوب القطاع، في خان يونس، في وسط القطاع، وهذه الغارة الأخيرة التي تستهدف منزلا في منطقة وادي السلقة في مناطق وسط القطاع. حتى اللحظة نتحدث عن شهيدين وعدد من الجرحى بينهم أطفال، فيما تواصل الطواقم الطبية محاولة البحث إذا ما كان هناك جرحى أو حتى شهداء. نتابع تفاصيل هذه الغارة، وهذه واحدة من غارات عديدة استهدفت مناطق قطاع غزة خلال هذه الليلة. كنا قد تحدثنا عن انفجارات في حي الشجاعية، عمليات نسف، وأيضا غارات كانت قد استهدفت منزلا في شارع النفق وحي الزيتون وأيضا مناطق الدرج، خلفت عددا من الشهداء، فيما تواصل الطواقم الطبية انتشال شهداء وجثامين شهداء متحللة من المناطق الغربية لمدينة رفح. وكانت الاستهدافات في مدينة خان يونس قد خلفت أكثر من 10 شهداء مع استهداف آخر شرق مدينة رفح.